أقر مجلس الوزراء ضوابط للعمل خارج أوقات الدوام الرسمي، بحيث سيكون لجميع المؤسسات والهيئات العامة التي تنص تنظيماتها على وجود لوائح إدارية ومالية مستقلة تكليف بعض العاملين لديها بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي وخلال أيام العطل الرسمية والعيدين دون الحاجة إلى الرفع عن ذلك. للحديث بتفاصيل أكثر حول هذه الضوابط ينضم لنا عبر السكايب الأستاذ علي آل عيد، مستشار ومختص في مجال إدارة الموارد البشرية. حياك الله. الله يحييك ويا أهلا وسهلا فيكم جميعا، وشكرا على هذه الاستضافة. الشكر لك. بالبداية نبي نعرف أهمية هذه الضوابط اللي وضعوها بالاتفاق مع وزارة المالية والموارد البشرية في هذا الاتفاق. مما لا شك فيه اليوم أنه إحنا في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وفي ظل رؤية الوطن 2030، ينبغي أن يكون لدينا نوع من التخطيط المستقبلي وتدارك إلى أي إجراءات يعني تقوم فيها المؤسسات والهيئات العامة، ويكون ذلك محدد وواضح ضمن ميزانية هذه الهيئات الحكومية والجهات العامة أو الهيئات العامة. فوضعت اليوم مثل هذه التنظيمات هي تعزيز لما ورد في نص نظام الخدمة المدنية واللائحة التنفيذية للخدمة المدنية كذلك. جميل. طيب خلينا نتكلم شوية عن الاعتبارات إن صح التعبير، أو الضوابط اللي تم أخذها بعين الاعتبار في هذه الحالة. نعم، مما تم أخذه بعين الاعتبار في مثل هذا النوع من المواضيع أن يكون هناك تنظيم مسبق، بحيث أن تقوم الهيئة بالتعاون مع وزارة المالية في وضع أي تكاليف إضافية في ضمن خطتها وفي ضمن لوائحها التنفيذية. ذلك يعزز أولا عدم الرغبة أو عدم العودة مرة أخرى في مثل هذا النوع من القرارات إلى الوزارة وأخذ موافقات مسبقة، وتكون كلها وفق منهجية محددة مسبقا بالتعاون بين الوزارة أو الهيئة الحكومية وكذلك وزارة المالية، وموضوعة في ضمن أطر الميزانية الخاصة بها.